ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم شيوات حبيبة الغاوي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في وصفة جديدة ديال اليوم اللي هي ألد فطائر بطريقة جد سهلة وراقية. غادي الوصفة هذه 4 ديال صدر دجاج مع حك ديال الطون وجوج معالق ديال عصير الحامض، وغنحتاج الربيع والزيت مقطع ومطيشة، معلقة صغيرة ديال مطيشة الحك. بالنسبه للعطريه غنحتاج هريسه والتحميره والعطريه ديال الحوت، وغنحتاج الملح وبزار، وعندي كورجيت محكوك مع خيزو محكوك، زائد بصله صغيره مشلضه مع فلفله مقطعه الوان. بسم الله، هنا غادي نوجد الحشوه. هي الاولى غادي نحتاج شويه ديال الزيت، غنوضعه في المقلاه وغنضيف عليه البصله والفلفله باش نشحرهم مزيان. بعد غادي نضيف الصدر ديال الدجاج، حتى هو غادي نشحرو مزيان. غنضيف عليه واحد الرشيشه ديال الملح، صافي. غادي نستمر في التحراك حتى كيطيب لي الدجاج. هنايا بعد ما طاب لي الدجاج غادي نضيف الجزر المحكوك. انا استعمل 2 حبات ديال الجزر مع حبه ديال القرعه خضراء او الكورجيت، صافي. انا غادي نحرك مزيان حتى يبدا يدخلها الطياب. غنضيف العطريه اللي سبق لي قلت لكم، بزار، تحميره، وعطريه ديال بسطيلة ديال السمك مع شوية ديال الحار والملح، وغنضيف معلقة صغيرة ديال مطيشة الحك مع الزيتون وقزبر ومعدنوس مقطعين، صافي. غادي نشحر كل شي مزيان. هنايا بعد ما تشحرت لي الحشوة، هنايا ضفت زلافة كبيرة ديال الشعريه الصينيه، ممكن تستغناو عليها، كتبقى اختياريه. انا هنايا ضفتها، كتجيني الحشوه خفيفه، صافي. هنا غادي نستمر في التحرك حتى كتنشف لي الحشوه. وبعد ما زولتها فوق النار ضفت عليها الحك ديال الطون والفرماج محكوك، ممكن تستعملوا فرماج مثلثات حتى هو مزيان، صافي. غادي نحرك الحشوه ديالي وغادي نوضعها جانبا حتى تبرد لي على معجنة العجين ديالي. بالنسبه للعجين غادي نحتاج هنايا عندي زلافه ديال الفورس تقريبا 250 غرام مع 150 غرام ديال الفينو، ومعلقه كبيره ديال الزبده مع معلقه ديال الخميره حبيبات، زائد ساشي ديال خميره الحلويات 7 غرام، ومعلقه ديال السكر، زائد القليل ديال الملح على حسب الذوق، صافي. انا غادي نخلط جميع المكونات حتى كتخلط لي مزيان. غادي نجمعها بالماء اللي كيكون دافي، ممكن تجمعو بالحليب، انا هنا جمعتها فقط بالماء لاني ضفت المعلقه ديال الزبده، كتعطي واحد المذاق اللي هو جد رائع لاني كتستعمل الزبده الحيوانيه، صافي. انا غادي نجمع العجين ديالي مزيان وغندلكو تقريبا واحد 5 ديال الدقائق. ها هو العجين ديالي بعد ما عجنته وقسمته على النص، غادي نطلق نصف على هاد الشكل هذا، على شكل مستطيل او مربع، ودائما بقاو ترشوا الطحين باش ما يلصقش لكم العجين ديالكم. هنايا بعد ما ادلكتو او ورقتو على هاد الشكل هذا، غادي نقطعو على شكل مستطيلات، وبالنسبه للمستطيل غادي نقطعو على شكل زائد، يعني ما كنوصلش الوسط بهذا الشكل هذا، وكنحي الجوانب اللي كيكونوا ما مقادينش، غادي نقادهم مزيان.
صافي بهذا الشكل هذا. وغادي نوضع الحشوة ديالي. على هاد الشكل هذا كنوضعها في واحد الجانب حتى كنعمر جميع المستطيلات بهذا الشكل هذا. وكنوضع هنا يعني غادي نجمع بهذا الشكل هذا. غناخد المستطيل ديالي غادي ندوره باش كياخد لي الشكل ديال المستطيل اللي غايجيني مقاد في المورقة ديالي باش يجيني الشكل ديالها مقاد. بعد ما كندهن جميع الجوانب بالماء فقط بالماء بارد باش يتلصق لي العجين. هنايا بعد ما غطيت الحشوة ديالي غنشكل خطوط بهذا الشكل هذا. بالنسبة لهذا الجانب غادي نشكلهم عمودي، وهذا الجانب هذا غادي نشكله افقي باش كيعطيونا يعني كيعطينا شكل مربعات في المورقة ديالنا. صافي هنا غادي نجمع غنرجع العجين فوق المورقة على هذا الشكل هذا. غادي نلصقو بهذه الطريقة هذه ونحاول انني نقاد دوك الاشرطة. صافي بهذا الشكل هذا باش كيعطينا الشكل اللي هو رائع جدا. صافي غادي نسدها في الجوانب وغادي نحي هاد الجوانب هادو اللي كيكونوا زايدين باش كتجيني المورقة ديالي مقادة من جميع الجوانب. غادي نوضعها في الصينية ديال الفرن. ها هي كتجي بهذا الشكل هذا. هنا غادي نعاود معكم واحده اخرى بنفس الطريقه. كناخذ المستطيل ديالي غادي ندوره على هذا الشكل هذا. بعد ما غادي ندهن شويه ديال الماء باش يلصق لي العجين. طريقه سهله وموضحه. هنايا كنستمر بنفس الطريقه الطريقه اللي درت في المورقه الاولى، وهي اللي غادي ندير دائما حتى كنسالي الكميه ديال العجين اللي عندي. كنتمنى ان الطريقه تكون واضحه. صافي غادي نزول الجوانب بهذه الطريقه هذه باش نقاد المورقة ديالي كتجي على هذا الشكل هذا. صافي هنايا دهنتهم بالحليب، ممكن انكم تدهنوهم بالبيض. وغادي ندخلهم الفران اللي كيكون مسخن من قبل حتى كيطيبوا لي من جميع الجوانب. كيجيو بهذا الشكل هذا، كيجيو لذاذ بزاف وشاش وكيجيو مورقين. ولو اننا ما درناش العجين مورق كيجيو مورقين وشاش. هنا غادي نقطع معكم واحدة باش تشوفوها كيف كتجي من الداخل. كتجي بهذا الشكل هذا، كتجي لذيذة بزاف وشيشة. كنتمنى انكم تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم. الى عجبتكم ما تنساوش جيم وتشتركوا في القناة وتديروا في الجرس باش دائما توصلوا بالجديد. وشكرا على المتابعة، والى وصفة اخرى ان شاء الله.